يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والرجل البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 33-24، الإسكندرية 30-24، مطروح 29-22، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 35-24، السويس 34-24، العريش 32-23، طابة 34-25، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 35-27، إلى الأقصر 38-26، أسوان 38-27، الوادي الجديد 38-22، شلاتين 36-28، حلايب 33-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.